بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. مبحث الكتاب. قال: أما الكتاب أي السابق فالقرآن، كل منهما غلب على كتاب الله، إلا أن الثاني أشهر، فلذا جعله تفسيرا. إذن قال: أما الكتاب أي السابق، لما قال السابق أراد الشيخ أن يشير إلى أمر، وهي أن ال الداخل على قوله الكتاب، هذه ال قال هي للعهد، هي للعهد، والمعهود هو الكتاب السابق الذي ذكره لما قال في الأول: اعلم أن أصول الشرائع أربعة، ذكر منها الكتاب الذي هو القرآن. فالآن بدأ الشيخ بالتفصيل فقال: أما الكتاب يعني السابق، وعليه تكون ال الداخل على الكتاب يد العهد. قال: فالقرآن، قال: كل منهما يعني كل من الكتاب والقرآن غلب على كتاب الله. ماذا يعني غلب؟ يعني صار علما بالغلبة على كتاب الله. كما تقول، كما أقول لك مثلا: صلي على النبي، ماذا تقول أنت؟ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنبياء الله كثر، فلما لما قلت لك صلي على النبي لم يخطر ببالك ولا عقلك ولا قلبك إلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن كلمة النبي أو كلمة رسول الله صارت علما بالغلبة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فقال الشيخ هنا: في القرآن، أما الكتاب فالقرآن، قال: كل منهما غلب على كتاب الله. نعم، الله. لأنه بالأصل أحبابنا كما تعلمون الكتاب هو في اللغة اسم لأي شيء؟ الكتاب اسم للمكتوب. تقول: فأرسلت لك كتابا، وتقصد بذلك بضعة كلمات كتبتها على ورقة ثم أرسلتها. وكذلك القرآن بالأصل هو في اللغة مصدر بمعنى القراءة، القرآن مصدر بمعنى القراءة. فغلب، انتبه، الكتاب في الأصل ما هو؟ اسم للمكتوب. ثم غلب بعد ذلك هذا الكتاب في عرف الشرع على كتاب الله، على القرآن، على كتاب الله عز وجل. كما أن الكتاب غلب في عرف الفقهاء على متن القدوري، كما أن الكتاب غلب في عرف اللغويين والنحويين على كتاب سيبويه. فإذا هنا بالغلبة تغير مفهوم المراد من هذه الكلمة. كذلك القرآن، القرآن كذلك هو في الأصل مصدر بمعنى المقروء، غلب بعد ذلك في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله عز وجل، المقروء على ألسنة العباد، المجموع بين الدفتين المصحف. فقال: إلا أن الثاني أشهر. إذن عندنا الكتاب وعندنا القرآن، ولكن القرآن أشهر من إيش؟ من لفظ الكتاب. القرآن أشهر وأظهر من لفظ الكتاب. قال: فلذا جعله تفسيرا، لذا جعل القرآن تفسيرا للكتاب. لذلك قال: أما الكتاب فالقرآن، ففسر الكتاب بالقرآن، مع أن
كل واحدا منهما علم بالغلبة على المقروء من كلام الله عز وجل. واضح كلام أحبابنا؟ الله. قال المنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صفة كاشفة، صفة كاشفة. مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الأصل، أن الأصل في الصفة التخصيص، وذلك إذا جاءت بعد نكرة. الآن أريد من حضراتكم أن تنتبهوا كي تعرفوا معنى قوله صفة كاشفة. قال المنزل على الرسول، هذه صفة كاشفة للقرآن، صفة كاشفة للقرآن. ماذا يعني قوله صفة كاشفة؟ الأصل في الصفة أحبابنا التخصيص، وذلك إذا جاءت بعد النكرة. تقول جاء رجل، رجل نكرة تشمل ما لا حصر له من الرجال بجميع الأوصاف. فعندما تقول جاء رجل مؤمن وصفته بأنه مؤمن فخصصته، فالصفة تكون للتخصيص، للتخصيص إذا جاءت بعد ماذا؟ بعد نكرة. نعم. وكذلك الصفة من مهامها التوضيح والبيان، وذلك إذا جاءت بعد معرفة. أحسنت، بعد معرفة. النحو تقول جاء القارئ، جاء القارئ. ممكن يكون قارئ متقن أو غير متقن، يجيد القراءة لا يجيد القراءة، تقول جاء القارئ المتقن، فوضحت المراد من القارئ. فإذا الصفة تفيد التخصيص إذا جاءت بعد نكرة، وتفيد التوضيح إذا جاءت بعد معرفة. نعم. يتفرع على ذلك أحبابنا، يتفرع على ذلك وجوه، يتفرع على هذا الكلام، على قول العلماء أن الأصل في الصفة التخصيص والتوضيح، يتفرع على ذلك أمور، وهي أن البيان، البيان والكشف عن حقيقة الموصوف، البيان والكشف عن حقيقة الموصوف، أو يعني ما هو المقصد من الصفة، من الوصف، من مقاصدها أن أكشف وأن أوضح حقيقة الموصوف. كذلك من مقاصدها، من مقاصد الصفة، الثناء كذلك على الموصوف، أو الذم والتحقير كذلك للموصوف. بعد ذلك، بعد الوصف، بعد ذلك الوصف إما أن يكون، الوصف إما أن يكون مبينا لماهية الشيء، الوصف إما أن يكون مبينا لماهية الشيء، ويكون الوصف مبينا لماهية الشيء عندما يكون وصفا لازما مختصا بالشيء. يكون الوصف مبينا لماهية الشيء، لحقيقة الشيء، عندما يكون الوصف لازما مختصا بالشيء، فيسمى عندها إيش؟ صفة كاشفة. إذن متى تسمى الصفة كاشفة؟ إذا كان الوصف مبينا للماهية. ومتى يكون الوصف مبينا للماهية؟ إذا كان الوصف لازما، إذا كان الوصف لازما أو ملازما للموصوف، وكان مختصا به، كان مختصا به. واضح الكلام أحبابنا؟ ومتى نحتاج نحن إلى الصفة الكاشفة؟ الصفة الكاشفة يحتاج إليها عندما تريد أن تميز بين الماهيات المختلفة. عندما يكون عندك ماهيات مختلفة، تأتي هذه الصفة الكاشفة لتميز لك بين الماهيات المختلفة. واضح الكلام أحبابنا؟ فهمنا المراد، المعنى من قوله صفة كاشفة.
إذن المنزل من المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله المنزل صفة كاشفة، صفة كاشفة. فإذا جعلنا قوله المنزل على الرسول صفة كاشفة لا يكون بناء على ذلك، لا يكون قوله المنزل على الرسول جزءا من التعريف، لا يكون إيش؟ جزءا من التعريف. لما؟ قال لأن الصفة الكاشفة لا تفيد التخصيص، لا تفيد التخصيص. فإذا انتبه، فإذا ثبت أن قوله المنزل على القرآن صفة كاشفة، يكون المنزل على الرسول إذا ثبت أنه صفة كاشفة لا يكون من التعريف، وبالتالي لا يخرج به شيء، لا يحترز به عن شيء. ليه؟ لأن الصفة الكاشفة لا تفيد التخصيص، لا تفيد التخصيص. والاحتراز والإخراج هو فرع عن التخصيص، فرع عن التخصيص. واضح الكلام أحبابنا؟ هو أحيانا الشرح يعقد المسألة وأحيانا يوضحها، فإن وجدتم أن مزيد الشرح يعقد ويصعب المسألة أنا أجتزئ من الكلام، أجتزئ من الكلام. إذن قال المنزل على الرسول صفة كاشفة للقرآن. أعيد فأكرر، فهمنا معنى قوله صفة كاشفة؟ نعم. طيب، قال المنزل على الرسول، كلمة المنزل يصح أن تقرأها بالتشديد ويصح أن تقرأها بالتخفيف، تقول المنزل وتقول المنزل، ما الفرق بينهما؟ المنزل يعني أنزل دفعة واحدة من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، هذا إيش؟ المنزل. وقد حصل هذا عندما أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أنزل دفعة واحدة فيصح. أما المنزل فمعناه أن القرآن كان ينزل على دفعات على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حسب المصالح والاحتياجات والحوادث إلى غير ذلك. فإذا يصح أن نقرأها المنزل ويصح أن نقرأها المنزل. الله. إذا المنزل على الرسول صفة كاشفة، قال أي على رسولنا، أي على رسولنا. فقوله أي على رسولنا كأنه أراد أن يشير الشيخ إلى أن ال التي دخلت على الرسول المنزل على الرسول، أراد أن يقول بأن ال هذه هي عوض عن المضاف، هي عوض عن المضاف، لذلك قال أي على رسولنا. فتفسيره مبني على أن اللام في قوله الرسول عوض عن المضاف إليه، أو هي للعهد، يصح أن تكون عهدية. كما قلت في بداية الدرس أن كلمة الرسول وكلمة النبي صارت علما بالغلبة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل كيف نجعلها للعهد ولم يسبق ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ المقرر أحبابنا، المقرر أنه يستغنى عن تقدم ذكر المعهود إذا كان معلوما عند المخاطبين. يعني أنت عندما تكون في مدرسة واقفا مع أصدقائك تتكلمون بكلام المباح العادي، فإذا بواحد منكم يقول جاء المدير، من يخطر ببالك؟ مدير الشركة، مدير المؤسسة، مدير تخطر ببالك فقط مدير المدرسة، مع أنه لم يسبق له ذكر في كلامكم وحديثكم. فإذا المعهود إذا كان معلوما لدى المخاطبين لا يحتاج إلى تقدم
ذكره. إينا. الله. كلام آخر نقوله، لما قال المنزل على الرسول ولم يقل المنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال لأن الرسالة أشرف من النبوة على الصحيح خلافا للعز بن عبد السلام. طيب عندما نسمع هذه الكلمة أن الرسالة، وهذه تقرؤونها كثيرا في كتب العلم الكلام، يذكرونها عندما يكون عندنا متن وتحته شرح، يقول لك الرسالة أشرف من النبوة. ماذا تعني هذه الكلمة الرسالة أشرف من النبوة؟ هل أنت إذا أردت أن عندك شخص تريد أن تمدحه، ومدحك لهذا الشخص يعني يعود عليك بالنفع الكثير، بالمال الكثير، فهل تنعته وتمدحه بأعلى الأوصاف أو بالأوصاف العادية دون بهذا الأوصاف؟ فلما نقول الرسالة أشرف من النبوة، معنى ذلك أن الثناء والمدح الحاصل بوصف الرسالة أعظم بكثير من الوصف، من المدح والثناء الحاصل بوصف النبوة. فأنت عندما تقول محمد رسول الله تكون قد مدحته وأثنيت عليه بأوصاف الأنبياء وزيادة، أما إذا قلت محمد نبي الله تكون قد أثنيت عليه بأوصاف الأنبياء ولم تنعته بأوصاف الرسل. إذن قولهم الرسالة أشرف من النبوة معناه أن المدح والثناء الحاصل بقولك رسول الله أعظم من المدح والثناء الحاصل بقولك نبي الله. قال المكتوب في المصاحف، إذن أما الكتاب فهو القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف، هذه صفة ثانية للقرآن. لما أحبابنا قلنا والشيخ قال، لما قال القرآن، لما قال أما الكتاب فالقرآن، قلنا جعل القرآن تفسيرا للكتاب، فالتعريف الآن لما قال أما الكتاب فالقرآن المنزل، يبدأ تعريف الكتاب من قوله القرآن أم مما بعد القرآن؟ مما بعد القرآن. فإذا تعريف الكتاب يصح أن يقول الآن قوله المنزل على رسول الله، على رسول الله أو على الرسول أو على رسولنا، هذا يصح أن يكون تعريفا للقرآن ويصح أن يكون تعريفا للكتاب. ليه؟ لأن كل من القرآن والكتاب هو علم بالغلبة على المقروء من كلام الله عز وجل. واضح الكلام أحبابنا؟ فقال المكتوب في المصاحف خرج المنسوخ تلاوته. انتبه، هنا قال خرج بقوله المكتوب في المصاحف، هناك لما قال المنزل على رسولنا لم يقل خرج به. ليه؟ لأنها صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا تفيد التخصيص، والإخراج فرع عن التخصيص. واضح الكلام أحبابنا؟ قال المكتوب في المصاحف خرج بهذه الصفة الثانية المنسوخ تلاوة. وفي الواقع خرج بقوله المكتوب في المصاحف المنسوخ تلاوة ما نسخت تلاوته وبقيت أحكامه، وما نسخت تلاوته وأحكامه. ولكن إذا قال ما هو استغنى الشيخ، استغنى بقوله المنسوخ تلاوة لأنه يندرج تحته ما نسخت تلاوته ونسخت أحكامه. واضح الكلام أحبابنا؟ وإلا قد هو قد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. إيه نعم، من يحفظ مثال لذلك لما نسخت تلاوته بقيت الشيخ والشيخة إذا زنيا؟ أحسنتم. الله. قال المكتوب في المصاحف خرج المنسوخ تلاوة. هناك كلام كثير أنا أختصره. أحبابنا الكتاب إفاضة الأنوار الفقير عمل عليه شرح
موسع. وأنا أقرأ من هذا الشرح تقريبا يعني أقتطف منه بعض يعني المعلومات إن شاء الله تعالى. والفقير عزمت لمن واظب الكتاب لم أطبعه، وأسأل الله أن يهيئ لي طباعته الكتاب. عزمت من يواظب على درس الإفاضة إن شاء الله تعالى أنا أحفظ الحاضرين، لذلك أنا أجيد بناظرية دائما هكذا كي، وسنفعل برنامج إن شاء الله تعالى تسجيل الحضور الذي يحضر الدروس كاملة إن شاء الله، سأعطيه نسخة PDF عن الشرح ويستفيد، يجد فيه إن شاء الله خيرا كثيرا، لأنه أثناء الشرح اختصرت كثير من الشروح يعني فيه فائدة إن شاء الله تعالى. فالذي واظب إن شاء الله تعالى سأعطيه نسخة، لأن الكتاب كما قلت لم أطبعه، ولكن إن شاء الله لعل الله ييسر لنا طباعته. فهنا في كلام كثير عند قوله المكتوب في المصاحف خرج المنسوخ تلاوة، نجتزئ يعني يكتفي بما ذكرنا. قال المنقول عنه نقلا متواترا، عنه عمن؟ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله المنقول عنه صفة ثالثة، صفة ثالثة، الأولى صفة كاشفة والثانية صفة مخصصة إن صح التعبير. المنقول عنه نقلا متواترا، خرج المنقول بالآحاد، خرج بها، خرج بقوله المنقول عنه نقلا متواترا، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآحاد، كقراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، يعني قراءة أبي في قضاء رمضان، فعدة من أيام أخرى متتابعات. نعم، بلا شبهة خرج المنقول بالشهرة، فقوله بلا شبهة يعني في نقله، بلا شبهة يعني في نقله. خرج به المنقول بالشهرة كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني في حد السرقة، فقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. وكذلك قول ابن مسعود، قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات. قال لأنه آحاد الأصل، لأن هذه أو المشهور، المشهور هو آحاد الأصل، يعني في الجيل الأول صح التعبير، والثاني والثالث هو آحاد، ثم بعد ذلك تلقى الجيل الثالث عدد كبير من الأشخاص لا يتوقع تواطؤهم على الكذب، فصار مشهورا، فصار مشهورا. والمشهور اختلف فيه بين أئمتنا، أظن عند الجصاص، الجصاص المشهور قسيم المتواتر، قسيم المتواتر. نعم، قال قوله بلا شبهة خرج المنقول بالشهرة كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاقطعوا أيمانهما، قال لأنه آحاد الأصل. بعضهم قال قوله بلا شبهة احتراز عن التسمية، احتراز عن التسمية، قال لأن في التسمية شبهة، شبهة. وسبب هذه الشبهة أنه لم يثبت، أنه لم يثبت أن البسملة من سورة الفاتحة بالنقل المتواتر. ويضاف إلى ذلك أن الفقهاء والقراء اختلفوا في كونها، في كون البسملة من السورة، اختلفوا في ذلك. نعم، لذلك هذا بالاتفاق الكلام أذكره، لم يكفر جاحدها، لم يكفر جاحدها. طبعا والأصح عندنا أن البسملة آية من القرآن، آية مستقلة من القرآن، ولكنها ليست من كل سورة عندنا، وإنما هي آية للفصل بين السور، آية للفصل بين السور. نعم، والدليل على أنها، والدليل على أن البسملة آية من القرآن أنها كتبت مع القرآن، بمع أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام من بعده أجمعوا على كتابة القرآن مجردا عن غير القرآن، حتى أنهم إلى عهود، إلى قرب عهد الحجاج
كانوا لا يتجرؤون على تنقيط القرآن ولا يكتب. الذي كان عنده قرآن مكتوب كما يتجرأ يكتب ولا كلمة ولا يضع خط على القرآن الكريم طلبا للمحافظة وخشة أن يغير وأن يبدل أو ينسب هو إلى التغيير والتبديل. فكان يقرأ القرآن فيكتب على الهامش مثلا معنى كلمة، هذا ممنوع، كان من عظائم الأمور عندهم. فإذا مجمع عليه نقل القرآن مجردا عن أي شيء غير القرآن. فلما نقلت إلينا الفاتحة مكتوبة في القرآن بين السور دل ذلك على أنها آية من القرآن. الله. لا إله إلا الله. قال وهو أي القرآن اسم للنظم أي اللفظ والمعنى جميعا إجماعا، لما أن الأصح، الله يرضى عليك، لما أن الأصح أن الإمام رجع إلى قولهما. أول شيء أراد بالنظم، ما قال وهو أي القرآن اسم للنظم، أراد بالنظم العبارات والكلمات التي يشتمل عليها القرآن، هذا معنى المراد إيش بقوله النظم. وأراد بقوله المعنى هي ما تدل عليه تلك الكلمات وتلك العبارات أو ما يفهم من تلك الكلمات. إيه نعم. الشيخ رحمه الله تعالى أو الماتن إمام النسفي رحمه الله عبر عن كلمات القرآن بالنظم، عبر عنها بالنظم. فجاء الشيخ وفسر المراد بالنظم باللفظ، وكان الأليق كما قال بعضهم أن يفسرها بالكلمة، أن يقول اسم للنظم يعني لكلمات القرآن، لأن الشيخ الإمام النسفي رحمه الله فر من كلمة اللفظ لما في معنى اللفظ من الطرح والرمي، فجاء الشيخ ففسرها بما فر منه الإمام النسفي رحمه الله. فلو فسرها بقوله أي الكلمات أو كلم القرآن لكان أولى، والله تعالى يعني أعلم. قال والظاهر أن المراد النظم الدال على المعنى. الظاهر أن المراد يعني الظاهر أن المراد من قوله القرآن اسم للنظم والمعنى، الظاهر أن المراد من قوله الماتن اسم للنظم والمعنى جميعا أن القرآن هو النظم الدال، انتبه، هو القرآن هو النظم الدال على المعنى كما في التوضيح، أي لا مجموع اللفظ والمعنى، انتبه، هذا المعنى هام جدا أن نقف عنده وأن نفهمه. عندنا لما قال القرآن اسم للنظم والمعنى، هل يعني القرآن مكون من أسماء من كلمات ومن معان؟ هل يعني هذا أن المعنى جزء من مفهوم القرآن؟ قال لا، انتبه، فالقرآن ليس اسما للنظم فقط وليس اسما للمعنى فقط، بل هو اسم للكلمة المفهوم منها معنى. واضح؟ القرآن ليس اسما للكلمات وليس اسما للمعاني، بل هو القرآن اسم لكلمات مفهوم منها معان. وضحت العبارة أحبابنا؟ قال والظاهر أن المراد من ماذا؟ من قوله اسم للنظم والمعنى جميعا أن المراد أن القرآن هو النظم الدال على المعنى كما في التوضيح، أي لا مجموع اللفظ والمعنى. إذن الله الله لا إله إلا الله. قال وإنما تعرف أحكام الشرع. الآن الشيخ شرع في بيان طريق معرفة أحكام الشرع فقال وإنما تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن. في عندنا أحكام شرع ثابتة في القرآن وعندنا أحكام شرع ثابتة
بالسنة. فالحديث الآن عن الأحكام الشرعية الثابتة بالقرآن، فاحترز بقوله الثابتة بالقرآن عن الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة. فإن معرفة الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة لا تتوقف على معرفة أقسام النظم والمعنى. نعم الله. وإنما تعرف أحكام إيش نعم يا طيب أحسنت، أي لا مجموع اللفظ والمعنى. الثابت عن سيد أبي حنيفة رحمه الله في القول الأول له، والصحيح أنه رجع عن هذا القول، هو أنه كان يجيز القراءة بغير العربية للقادر على العربية إن أدى المعنى، إن قرأ بغير العربية معاني القرآن. فيفهم من هذا، يفهم من هذا أن القرآن اسم للكلمات العربية، وأنه اسم للمعنى. فالمعنى هذا معنى مثلا كلمة قال، قال الله، أو يا أيها الذين آمنوا، ماذا تقال مثلا بلغتكم؟ هذا الذي قلته أنت، هذا معنى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. نعم. فالقرآن، فالقرآن هو قولنا يا أيها الذين آمنوا، وهذا الذي ذكرته أنت. هذا إذا جعلنا القرآن اسما لللفظ واسما للمعنى، لأن قولك أنت بلغتك هذا لا يساوي يا أيها الذين آمنوا بالعربية. فكان أبو حنيفة ماذا قال أولا؟ يجوز أن تقرأ القرآن بغير العربية، فهذا يعني أن القرآن اسم للكلمات بالعربية وللمعنى. فقال ولكن الصحيح أن سيدي أبا حنيفة رجع عن هذا القول، فلذلك المعتمد أن القرآن اسم للكلمات المفهوم منها هذا المعنى. وضحت إن شاء الله؟ الكلمات العربية مفهوم منها هذا المعنى. لذلك بالاتفاق، بالاتفاق لا يجوز ترجمة القرآن، لا يجوز ترجمة القرآن، إنما نقول تفسير كلمات القرآن، تفسير كلمات القرآن. القرآن لا يترجم، القرآن لا يترجم، لأن كما قلنا تتذكروا في درس سابق لما شرحنا كلمة المعجز، قلنا المعجز للعلماء فيها أقوال، قلنا الصحيح أن المراد بالمعجز هو أن القرآن بلغ منتهى أوجه البلاغة والفصاحة والبيان، بحيث لا يستطيع إنسان أن يأتي بثلاث آيات تساوي بلاغتها بلاغة القرآن. واضحت العبارة إن شاء الله؟ نعم. حكم منكر البلاغة في آيات معينة، حكم منكر بلاغة، هل لا نستطيع أن نكفره بذلك، ولكن هذا فسق وضلال، هذا فسق وضلال. ليه؟ لأن العلماء قالوا الإعجاز، الإعجاز يكون بثلاثة آيات فما فوقها، بثلاث آيات فما فوقها. فمهما أوتي البليغ بلاغة، ولو اجتمع بلغاء الأرض قاطبة من عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يستطيع أن يأتوا بسورة تساوي سورة الكوثر، لن يستطيع هنا، أو بآية تساوي سورة الكوثر. فلذلك لا نستطيع أن نكثره. ليه؟ لأن قول إن أعطيناك الكوثر يستطيع أن يأتي بهذه الكلمات أي شخص آخر، واضح؟ فإن قال بعدم البلاغة فيها يعني لا يكفر بذلك، وإن كان هذا فسق، وإن كان هذا، لأن ليه؟ لأن هذا المعنى المؤدى بقوله إن أعطيناك الكوثر، هذا يعني هناك تعابير متعددة، هناك معنى معين، معنى معين، وهو أن الله جل وعلا من على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنهر الكوثر،
فعبر عن هذا المعنى بقوله إن أعطيناك الكوثر. فنستطيع أن تعبر بأساليب متعددة، فهذا الأسلوب هو أرقى هذه الأساليب. واضح مولانا؟ إذا كانت الإعجاز في البلاغة هو أنكر البلاغة في الآيات، أنا قلت لك مولانا بما أنه لا ننظر، يعني ننظر يعني موضوع التكفير ما هو سهل، موضوع التكفير ما هو سهل. فإن كان المقصد من هذا الكلام تعييب نصوص القرآن فهو كفر، إن كان المقصد تعييب نصوص القرآن فهذا كفر. يعني قال لك إنسان مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ليس ببليغ ولا فصيح بهذا الأسلوب، هذا كفر. ليه؟ فيه تعييب لكلمات القرآن. فحسب المقصد من هذا الكلام، حسب المقصد، يعني إذا قال إنك إنسان يستطيع أي إنسان أن يأتي بآية مؤلفة من كلمتين، هل هذا يكفر؟ لا يكفر هذا، ولكن إن قالها بقصد التعييب والاستخفاف بهذا النص القرآني هذا كفر. الله. قال وإنما تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن بمعرفة أقسامهما، أي أقسام النظم والمعنى. يعني لا تعرف أحكام الشرع من الحلال والحرام الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة أقسام النظم والمعنى. فلذلك أولئك المتبجحون الذين ما قرأوا علم الأصول وبعد ذلك يقولون لك نحن نستطيع أن نأتي بأحكام الحلال والقرآن من خلال الأحاديث وفهمنا للقرآن، فأولئك مرضى العقول، مرضى، لا تستطيع أنت أن تأتي أن تفهم أن تستخرج أحكام الحلال والحرام إلا بعد أن تعرف أقسام النظم والمعنى. فإذا ما أردت أن تستنبط هذه الأحكام وأن يصبح لديك ضوابط لفهم القرآن واستخراج الأحكام لابد أن تعرف أقسام النظم والمعنى. قال وذلك أي المذكور وهو أقسامهما أربعة، وكل قسم منها أربعة أيضا. الأول، القسم الأول من أقسام النظم والمعنى في وجوه النظم، في وجوه النظم أي في اعتبارات التكالم، في اعتبارات التكالم كلام صيغة ولغة أي هيئة ومادة. الكلام فيه لف ونشر مرتب، فلما قال صيغة، صيغة يعني هيئة، لما قال لغة يعني مادة، فالمراد بالصيغة الهيئة والمراد باللغة المادة. هنا لابد أحبابنا حتى نعرف المقصد أو معنى صيغة ولغة، معنى هذا الكلام لابد أن نعلم أن لكل لفظ، لكل كلمة معنيين، أن لكل لفظ معنيين. الله. معنى لغوي ومعنى صيغي، أن لكل كلمة، انتبه إلي، أن لكل كلمة، لكل لفظ معنيين، معنى لغوي ومعنى صيغي. المعنى اللغوي هو ما يفهم من المادة التركيبية للكلمة، المعنى اللغوي هو ما يفهم من المادة التركيبية للكلمة. والمادة التركيبية المراد بها هي الحروف التي تتألف منها الكلمة. فمثلا عندما أقول لك أكرم، فأكرم ما هي المادة التركيبية لفعل أكرم؟ الهمزة والكاف والراء والميم. وبعضهم قال المادة التركيبية للكلمة، المعنى اللغوي هي المادة التركيبية للكلمة بعد تجريدها من حروف الزيادة، فتكون المادة التركيبية لفعل أكرم ما هي؟ كرمة، الكاف والراء والميم. ولعل هذا هو الأوجه، هذا هو الأوجه. فأنت تفهم كل كلمة، كل كلمة فيها هذه الحروف الثلاثة
أكرم يكرم أكرم إكرام مكرم، تدل على معنى واحد وهو التعظيم والإجلال والتبجيل. هذا يسمى إيش؟ معنى لغوي. المعنى اللغوي، إذا لكل كلمة معنيين، معنى لغوي وهو ما يفهم من المادة التركيبية للكلمة، ومعنى صيغي وهو ما يفهم من الصيغة أو من الهيئة، من هيئة الكلمة، يعني من الحركات الحروف ومن سكنات الحروف ومن ترتيب الحروف. يعني أنت عندما تقول أكرم زيد أستاذه أو أكرم الشيخ تلميذه، تفهم من كلمة أكرم أمرين اثنين: وقوع التبجيل، ولكن متى وقع؟ في الماضي. فهذه الهيئة التركيبية، ترتيب الحروف والحركات والسكنات، أعطتك معنى لغويا مضافا إليه الزمان. هذا يسمى إيش؟ المعنى الصيغي. المعنى الصيغي، أي نعم. إذن فهمنا الآن صيغة ولغة. قال الشيخ: الأول في وجوه النظم في اعتبارات التكالم، أي صيغة ولغة، أي هيئة ومادة. فهمنا إن شاء الله أحبابنا. لذلك قال الشيخ: قال فالمفهوم من حروف ضرب، نفس الضرب، ضرب هذا يسمى إيش؟ معنى اللغوي. أحسنت. الضاد والراء والباء. فالواضع، الواضع عين حروف ضرب التي هي الضاد والراء والباء بإزاء معنى مخصوص وهو الضرب. ثم بعد ذلك عين بإزاء هذه الحروف هيئات، كل هيئة تدل على زمان، كل هيئة تدل على زمان. فقال فالمفهوم من حروف ضرب نفس الضرب، ومن هيئته، يعني من صيغته، من ترتيب حروفه وسكناته وحركاته، يفهم منه وقوع الفعل في الزمن الماضي. فهمنا إيش يعني صيغة ولغة شيخنا أنت؟ لا، إذا كان عندك إشكال كلمني، ليس الآن. فهمت مجملا؟ طيب يا رب، الله يفتح علينا وعليكم. الله، لا إله إلا الله. قال وهي أربعة، وهي يعني وجوه النظم أربعة، لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد، أن اللفظ أحبابنا، اللفظ أو الكلمة، إما أن يوضع لمعنى واحد أو يوضع لمعان متعددة. فإن وضع لمعنى واحد على الانفراد فهو الخاص، وإن لأكثر، وإن وضع اللفظ لأكثر من معنى، فإن شمل الكل، فإن شمل اللفظ كل المعاني بوضع واحد، انتبه، إن شمل اللفظ جميع المعاني بوضع واحد، عندما تقول المسلمون، المسلمون هذا كلمة عام تحتها أفراد، هنا كلمة شملت الأفراد ولم تشمل معاني شاملة. وإن كان الآن سيأتي معنا في مبحث العام أحبابنا إن شاء الله أن هناك خلاف في تعريف العام، منهم من قال لاحظ أن العام هو كلمة تحتها معان، يطلق هذا الكلمة العام على جميع المعاني بوضع واحد، ومنهم من قال لا، العام هو معنى واحد يطلق على أفراد بإطلاق واحد. واضح؟ الشيخ هنا الآن، الشيخ نحى منح من يقول بأن العام كلمة تحتها معان تطلق على هذه المعاني كلها بوضع واحد. واضح أحبابنا إن شاء الله تعالى. قال وإلا فإن لم يترجح واحد، لم يترجح عندنا معنى من المعاني،
بالرأي بالاجتهاد يعني، فالمشترك يكون هذا، هذه الكلمة مشترك. وإن ترجح أحد المعاني عن طريق التأويل والاجتهاد فالمؤول. هذا القسم الأول. إذا القسم الأول من وجوه النظم فيه أربعة أقسام، وهي الخاص والعام والمشترك والمؤول، وسيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى. قال والثاني، والقسم الثاني من أقسام النظم والمعنى، قال في وجوه البيان، أي القسم الأول في وجوه النظم في اعتبارات التكالم، الآن في اعتبار المعنى، هناك في اعتبار الكلمة، الكلمة إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة وإما أن تكون مشتركة وإما أن تكون مؤولة، الآن لا المعاني. فقال في وجوه البيان أي اعتبارات المعنى بذلك النظم. ماذا يعني بقوله بذلك النظم؟ أي بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول. والمراد بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول الخاص والعام، الخاص والعام، يعني كيف يظهر المعنى من النظم، كيف يظهر المعنى من النظم. هل يظهر المعنى من النظم لأن النظم مسوق لأجل هذا المعنى، أو أن النظم غير مسوق لأجل ذلك المعنى؟ وهل النظم محتمل للتأويل أو غير محتمل للتأويل؟ وهل هذه الكلمة معناها خفي، معناها خفي، وهل هذا الخفاء خفاء سهل أم خفاء كامل؟ واضح كلام أحبابنا. هذا معنى قوله والثاني في وجوه البيان أي اعتبارات المعنى بذلك النظم. الله، المعنى الذي يخرج من النظم، النظم هو الكلمة يعني، والمراد بالنظم هنا قلنا النظم المذكور في التقسيم الأول، والمراد به العام والخاص فقط، العام والخاص، العام والخاص كلمة عامة وعندنا كلمة خاصة يخرج منها معنى. هذا المعنى كيف نفهمه؟ هل هذه الكلمة التي هي خاص جيء بها لنفهم هذا المعنى؟ هل كان الكلمة سيقت جيءت لكي نفهم هذا المعنى؟ أو أننا فهمنا المعنى من شيء آخر؟ هل هذا الخاص فيه معنى ولكنه خفي؟ إن كان خفيا هذا الخفاء خفيف وسهل أم خفاء كامل؟ كما سيأتي الكلام. قال وهي أربعة، إيش وهي؟ وجوه البيان. وهي أي وجوه البيان أربعة أيضا. قال لأن المعنى، المعنى أي معنى؟ المفهوم من اللفظ، لأن المعنى أي المفهوم من اللفظ إن احتمل التأويل، فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة. ماذا يعني بمجرد الصيغة؟ يعني هذه الصيغة جيء بها لتأدية هذا المعنى. ماذا يعني قوله بمجرد الصيغة؟ أي أن هذه الكلمات جيء بها لنفهم هذا المعنى. قال فهو الظاهر، فهو الظاهر. وإلا يعني بأن لم يكن ظهور معنى النظم أو معنى اللفظ بمجرد الصيغة بل بالصيغة وبشيء آخر، وإلا فالنص، وإلا فالنص. وإن لم يحتمل، إن لم يحتمل هذا النظم التأويل، إن لم يحتمل التأويل فإن قبل النسخ فالمفسر. في عندنا نصوص قابلة للنسخ وعندنا نصوص غير قابلة للنسخ. قال وإلا بأن لم يقبل النسخ فالمحكم، المحكم لا ينسخ. قال ولهذه الأربعة، ولهذه الأقسام الأربعة أربعة أخرى تقابلها، تقابلها كذلك في الخفاء
تقابلها في الخفاء. فكما أن الأربعة الأولى بعضها أولى من بعض في الظهور، الأربعة التي تقابلها بعضها أكثر أو أولى من بعضها في الخفاء. لأنه أول البحث ما هو وجوه البيان، كأننا نقول الآن وجوه الخفاء تقابلها، تلك بعضها أولى من بعض في البيان. الآن التي تقابلها وجوه الأربعة بعضها أولى من بعض في الخفاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وإن، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها، وهي أي المعنى إن خفي لغير الصيغة، يعني إن كان سبب خفاء المعنى سبب آخر غير الصيغة، قد يكون سبب الخفاء هو الصيغة، فإن كان سبب خفاء المعنى سبب آخر غير الصيغة قال فهو الخفي. وإن لنفسها، وإن كان سبب خفاء المعنى هو نفس الصيغة، نفس الصيغة جعل المعنى خافيا. قال فإن كان أمكن، فإن أمكن إدراكه، إدراك المعنى بالتأمل بالاجتهاد، فالمشكل، يعني المشكل يستطيع المجتهد أن يصير أن يزيل إشكاله بالاجتهاد. وإلا يعني وإن لم يمكن الوقوف على المعنى، الله، وإن لم يمكن الوقوف على المعنى بالتأمل، وإلا فإن كان البيان مرجوا فهو المجمل. مرجوا ممن؟ من المتكلم. الآن يعني نستطيع أن نفعل عملية إسقاط لهذه القواعد على كلامنا نحن. أحبابنا علم الأصول تستطيع أنت أن تستخدمه في حياتك اليومية، في من خلال تعاملاتك. الواحد من يتكلم بكلام عام وخاص مطلق مقيد إلى آخره، تستطيع أن تجعل كلامك أنت مضبوطا بهذه القواعد. ما هي الفائدة من أن أجعل كلامي مضبوطا بهذه القواعد؟ تستفيد أنت بأن تجعل كلامك من وراء عقلك، وهذا هو العاقل. العاقل كلامه من وراء عقله، ما يتكلم إلا وتمر كلامه هذا على عقله، فهذا العقل يقوم بدراسة هذه الكلمات إن كانت صحيحة منضبطة ما فيها مخالفات، ما فيها شيء لا تعود عليه سلبا يطلقها، وإلا يمنعها. قال وإلا، أي وإن لم يكن البيان مرجوا كأن كان المتكلم قد انتقل، كما هو الحال مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالمتشابه، فيكون نصان متشابها. قال والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، أي القسم الثالث من أقسام النظم والمعنى، في وجوه استعمال ذلك النظم، يعني في طرق استعمال ذلك النظم. قال وهو أربعة أيضا، لأنه إن استعمل يعني اللفظ فيما وضع له فهو الحقيقة، وإلا بأن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. وكل منهما، كل من الحقيقة والمجاز، إن ظهر مراده فالصريح، وإلا بأن لم يظهر المراد من الحقيقة ولا المراد من المجاز فالكناية. لما انتبه نفهم من هذا الكلام أن الصريح والكناية يجتمعان في الحقيقة والمجاز، يعني الحقيقة قد تكون صريحا وقد تكون كناية، والمجاز قد يكون صريحا وقد يكون كناية. قال والرابع، القسم الرابع من أقسام النظم والمعنى، في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني. والرابع في معرفة وجوه الوقوف، يعني وقوف السامع على المراد والمعاني، أي مراد المتكلم ومقصوده من الكلام، مراد
المتكلم ومقصوده من الكلام، أي في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، فما هي الطرق التي يقف بها المجتهد على الأحكام الشرعية حيث يفهم المراد من النصوص القرآنية، المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. قال وهي أربعة أيضا، لأن مفهومه مفهوم اللفظ أو النظم، إن استفيد من النظم، لأن المفهوم استفيد من النظم، فإن كان مسوقا له، فإن كان اللفظ أو الكلمة مسوقة له، مسوقا له لهذا المعنى، لهذا المفهوم الذي فهمته، فهو الاستدلال بعبارة النص. أعيد فأكرر أحبابنا، هذه تعتبر هذه المقدمة التي نقرأها اليوم هي ملخصا لمبحث علم الأصول، سيأتي الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى عن هذه الأمور كلها. قال وإلا، أي يعني بأن لم يكن اللفظ مسوقا للمفهوم، وإلا فبإشارته، يعني فهو الاستدلال بإشارة النص، أو عفوا لا هرناها العبارة هنا، لأن مفهومه إن استفيد من النظم فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بإيش؟ بعبارة النص. انتهينا من هذه. وإلا بأن لم يكن اللفظ مسوقا للمفهوم فهو الاستدلال بإشارة النص، أو من المفهوم اللغوي، يعني أو استفيد المعنى من المفهوم اللغوي فهو الاستدلال بدلالة النص، أو الشرعي، أو استفيد المعنى من المفهوم الشرعي، لأنه كما تعلمون أحبابنا لكل كلمة كان نقول الفقه لغة والفقه اصطلاحا، الحج لغة واصطلاحا، الوضوء لغة واصطلاحا. فقال أو استفيد المعنى من المفهوم الشرعي فهو استدلال باقتضائه، باقتضاء النص. قال والأولى التمسك بالاستقراء، يعني الأولى أن نستمسك في هذه التقاسيم التي ذكرها الشيخ كلها، أن نستمسك بالاستقراء، نأتي بالاستقراء ونأتي بإيش؟ بالتقسيمات الحاصلة بالفعل. أما هذه التقسيمات التي ذكرها الشيخ هي تقسيمات عقلية، منها ما يكون ومنها ما لا يكون. قال وبعد معرفة هذه الأقسام الأربعة المنقسمة إلى 20 قسم خامس، يعني يلزمنا أن نعرف قسما خامسا يشمل الكل. إذن القسم الخامس هو قسم يشمل الأقسام الأربعة المتقدمة. قال وهو أربعة أيضا، معرفة مواضعها، أي مأخذ اشتقاق تلك الأقسام، أي معرفة مأخذ اشتقاق تلك الأقسام، كالخاص مأخوذ من اختص بكذا، والعام مأخوذ من قولهم مطر عام إذا شمل الأمكنة، المجاز مأخوذ من جاز المكان يجوزه هذا إذا تعداه، فهذا اللفظ حقيقته كذا، فجاز اللفظ الحقيقة إلى غيرها فكان مجازا. فإذا القسم الأول هو معرفة مآخذ اشتقاق تلك الأقسام السابقة العشرين، العام والخاص والمؤول والمشترك والنص إلى آخره، تعرف مآخذها معناها مما اشتقت مما أخذت وترتيبها، ومعرفة ترتيبها، فيعرف الراجح والمرجوح، يعني يعرف المستدل الراجح والمرجوح، فإذا عرف ذلك قدم الراجح عند التعارض، كما تقدم المحكم على المفسر إذا تعارضا، المحكم مقدم. فلا بد أنك مجتهد أو كباحث أو كفقيه أو كأصولي عندما يعرض لدي نصان، نص مفسر ونص نص إن صح التعبير، نص مفسر ونص النص، فماذا أقدم؟ أقدم المفسر على النص، لأن النص المفسر أقوى من النص، واضح؟ فلابد أن يعرف كذلك هذا الترتيب.
قال ومعانيها ومعرفة معانيها، معاني إيش؟ الأقسام العشرين السابقة. فيعرف المفهومة يعني يعرف المعنى الاصطلاحي لكل كلمة أو لكل قسم من الأقسام العشرين السابقة. قال ومعرفة وأحكامها، يعني معرفة أحكامها كذلك كالقطعي والظني. لابد أن تعلم أنت أيها الباحث، أيها الأصولي، أيها الفقيه، أيها المجتهد، أن الخاصة قطعي وأن العامة قطعي وأن العامة المخصوصة ظني، ولا بد أن تعلم أن المتشابه يجب التوقف عنده. هذه كلها يجب عليك أن تقف على أن تعرفها. قالوا معرفة أحكامها كالقطعي والظني. قال فبلغنا 80، لأنه آخر أربعة أول شيء عندي منا 20 وآخر أربعة بتساوي العشرين ضرب أربعة 80. فبلغنا 80 قسم. قال وأوصلها السراج الهندي إلى 786 قسما، لأن القسم الثالثة يعني قسم الاستعمال يكون في كل قسم من 12 التي قبله فتكون 8، وهذا توسع من السراج الهندي تفصيل يعني أكثر. ومعظمها كما قلنا لكم أحبابنا هي أقسام عقلية، أقسام عقلية. لذلك قال الشيخ في منتصف البحث قبل قليل قال الأولى الاعتماد الاستقراء في الوقوف على هذه الأقسام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال يعني قسم الاستعمال يكون في كل قسم من 12 التي قبله فتكون 48، ثم الرابع فيها يعني الرابع في 48 فتبلغ 192، ثم الخامس فيها أي في 192 يكون ما ذكرنا يعني يكون 768 قسما. ثم فرغ الآن المصنف من بيان إجمال التقسيم، شرع في بيان تفصيل الأقسام، فقال مبحث الخاص. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.